كانت بتقول لك ايه الحربايه المصديه دي؟ هي مين دي؟ هي مين؟ انت عارف واني عارفه والعارف لا يعرف، البنت اللي اسمها ناديه، عمالين تتودودوا مع بعض ولا حاجه. هتقولي ايه يعني؟ وبعدين هو انت بتراقبيني ولا ايه؟ ولا حاجه، بقالك ساعه ودود كلت ودانا. كانت بتقول لك ايه يا ستي؟ لا إيه؟ انا اقول لك كانت بتجويك عليا. لا قالت ولا عادي. تشيلي البت من دماغك، تشيليها من دماغك خالص. طب بيقول لك ايه؟ بقول لك يا شمس، انا تعبان وعايز انام مش ناقص. تعبان من ايه؟ انت بتعمل حاجه؟ شمس ايه؟ زعلت؟ اتضايقت؟ لا زعلت ولا اتضايقت. وبعدين على قولك كده انا ماليش لازمه، ما بعملش اي حاجه، هزعل واتضايق من ايه؟ ولا حاجه. مش القصد، انا عارفه البت ناديه دي ما بتحبنيش، بتكرهني. انا قلت انها اكيد هتجويك علي. وعلى راي الشاعر، لو حد ناداك اعمل من السامع برضاك. انا مش مضمون، انا ممكن اقلب مجنون. يقلب بقى ما يقلبش، وانا يعني لو قلبت عليكي هتفرق معاكي اي حاجه؟ شكلك عكيت زي المعتاد.